صراحة تود التعليق على فوزك بالجائزة، ولكن ربما الاتصال الأبرز الآن معنا، يعني نحن اتصلنا به بالطبع، طارق الشامي رئيس الدائرة الإعلامية في حزب المؤتمر الشعبي الحاكم. أهلا بك سيد طارق. أهلا وسهلا بك. يعني ما موقف حزب المؤتمر والنظام اليمني الموجود حاليا من فوز توكل كرمان بجائزة نوبل؟ كيف ينظر إلى هذه الجائزة، يعني لمعارضة ربما اتهمها النظام بكثير من التهم وربما أيضا وجهها كثيرا؟ شكرا. أولا نحن فخورون بفوز الأخت توكل كرمان بجائزة نوبل مع من القلب. لا نعم، لأنها في النهاية هي مواطنة يمنية وهي نحترمها حتى وإن اختلفنا معها في الآراء، لكن نحترمها وندافع عن حقها أيضا في أن يكون لها رأيها، ونحن فخورون بذلك ونهنئها ونهنئ كافة الأخوات وكافة أبناء الشعب اليمني بالفوز بهذه الجائزة. ونأمل بالنسبة للأخت توكل كرمان أن تكون هذه الجائزة نقطة تحول في أدائها، بحيث فعلا تكون حريصة في المستقبل على عدم أو رفض الزج بالشباب بالاعتداء على الوزارات والمؤسسات الحكومية والممتلكات الخاصة، وأيضا رفض أي محاولة لتحريض الشباب للاعتداء على أفراد الأمن والقوات المسلحة. يعني هي حاصلة، أذكر يعني سيد طارق، هي حاصلة على جائزة نوبل للسلام، يعني معنى ذلك ربما يعني أن هناك اعتراف من منحوها هذه الجائزة أنها يعني سلمية حتى النخاع. يعني المجتمع الدولي كرم توكل كرمان اليمنية فيما كان النظام يعتقلها ويحاول خطفها أحيانا وخطف أقاربها أحيانا، وأيضا يعني ينتقدها بشدة في الصحف ويتهمها بكثير من الاتهامات. وبالتالي نحن نتمنى فعلا أن تكون هذه الجائزة نقطة تحول في الأداء السياسي برفض أي أعمال تتجه نحو استخدام السلاح في وجه أفراد القوات المسلحة والأمن، أو في أي أيضا رفض الاعتداءات ومحاولة القمع للأخوات في الساحات، وكذلك برفض عن اي محاوله لاعاده التعليم ومنع التعليم سواء للمراه او للرجال او للشباب لابناء الشباب، وان تكون صوت يرفض اي محاوله لاغلاق الجامعات واغلاق المدارس، وان تكون منفتحه، لان المراه لن يكون لها حضور كامل وسياسي الا اذا فتحنا امامها كافه الافاق، والتعليم هو المسار الرئيسي. بالتالي نحن نتمنى لها كل التوفيق، ونتمنى ان تكون هذه الجائزه نقطه تحول في ادائها بما يتعلق بهذه المناطق. طيب هل تنوون تكريمها او القيام باي فعاليات يعني من اجل الاحتفاء بفوز امراه يمنيه بجائزه نوبل للسلام اول مره في تاريخ اليمن؟ انا حتى الان ان هناك توجه للمنظمات سواء النسويه او غير النسويه بان يكون هناك احتفاء بهذه الذكرى، والشيء المعول الان على اداء التوكل في هذه المرحله بعد ان حصلت على هذه الجائزه ان يكون لها صوت واضح ومسموع برفض العنف، رفض التحريض على العنف، رفض استخدام الشباب كقرابين للوصول للسلطه من قبل اي طرف سواء كان المشترك او الاصلاح او حتى العناصر المتمرده، ايضا ان يكون لها صوت. طيب سيد طارق، نعم سيد طارق، يعني تتحدث عن الاحتفاء وربما تكريم توكل كرمان، يعني ما رأيك في حصول توكل كرمان على هذه الجائزة في هذا التوقيت من يعني المجتمع الدولي في ظل أنها تطالب بإسقاط النظام؟ هل يمثل ذلك أو لأي مدى يمثل ذلك إدانة للرئيس علي عبد الله صالح ونظام الرئيس صالح؟ على العكس، من يحاول ان يصور هذا الامر بهذه الصوره هذا مخطئ جدا، لانه في نهايه المطاف لولا المناطق السياسيه لما استطاع التوكل ان تمارس نشاطها وان تنشا الاحصانات وان تنشا المسيرات. الحدث مع توكل كرمان كان في الاعمال الخارجه عن القانون، حيث كان هناك زج بالشباب للاعتداء على المؤسسات والوزارات، وهذه من التسلسلات التي كانت تتم. اما ما يتعلق بالحريه الراي وحريه التعبير والحريه ايضا المظاهرات والاحصانات وفق الدستور يفعل ذلك، ورئيس الجمهوريه في اخر خطاب له اتكل على هذا المبدا بعيدا عن العنف، بعيدا عن التخريب، بعيدا عن الفوضى. هذه هي نقطه الخلاف في الممارسات والاعمال. اما
هناك ان يكون هناك نشاط سياسي في الدستور، نحن مع هذا النشاط طالما انه لا 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 لا, لا يتجه نحو العنف، لا يتجه نحو التخريب، لا يتجه نحو الاعتداء. طيب نستمع الى توكل كرمان، يعني هل شعرت بالفعل ان يعني نشاطك السياسي والحقوقي يعني حتى قبل الثوره كان مدعوما من قبل النظام؟ السؤال لي عفوا؟ السؤال لك توكل كرمان، يعني كما يقول سيد طارق الشامي انهم لا يمانعون في النشاط السياسي والحقوقي، هل شعرت بهذا الدعم من النظام لنشاطك السياسي والحقوقي حتى قبل الثوره؟ هذا غير صحيح، بالعكس كانت تواجه الاعتصامات السلميه منذ 2007 في الشمال وفي الجنوب، في الجنوب بالاصح والشمال. كانت تواجه بآلة قمع هائلة، النظام المخلوع كان ضد حرية التعبير الحركي المتمثل بالتظاهرات والاعتصامات، وكذلك ضد حرية التعبير الحريات الصحفية وضد كل شيء، ضد أي توجه نحو إصلاح كان يقمع ويدخل السجون وإلى آخره. أنا لا أريد أن أتكلم أسطوانة كثير كلنا تحدثها ونحن حقوقيين، نحن نتكلم عن ثورة الآن جاءت كحل لكل الظلم والاستبداد والعفن والعهن الذي أنشأه ذلك النظام، ولأجل ذلك ولأجل يعني وبهذه الثورة السلمية الشبابية الشعبية التي واجهت هذا العرف بالسلم، الذي واجهت تلك الآلاء الصواريخ وتلك آلة القمع كلها بالورود، لأجل هذا استحقت الثورة اليمنية جائزة نوبل للسلام. لو لم تكن كل ذلك القمع وجه بسلمية الشباب لما حاز الشعب اليمني على هذه الجائزة. بقي شيء معين، نعم بهذه الجائزة على من ينتهج العنف عليهم ان يتحولوا الان في يعني ان يفكروا اكثر واكثر في تعاملهم مع التظاهرات السلميه، لان هذه ان كانوا يحبوا اليمن، وانا اشك في من يامر وليس في المامورين، على اخوتنا الجنود في الحرس الجمهوري وفي الامن المركزي الجميع عليهم ان يؤمنوا بان هذه الجائزه منحت لكل فرد يمني عليه ان يحافظ عليها، وعليهم ان الا يقصفوا والا يعتدوا على اخوانهم المتظاهرين. اخوانهم المتظاهرين هذا الذي يتكلم عليهم طارق الشامي يتحدث عن انهم توجهوا نحو 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 المؤسسات، هذا الرجل للاسف الشديد يكذب في هذا اليوم الذي تكرم فيه اليمن ويستمر على الكذب. كيف نحن داخل ساحة الحرية؟ داخل ساحة الحرية ما لا يقل عن 7 وزارات، وزارة الإعلام على وزارة التخطيط على يعني وزارات حوالي 7 وزارات، غير الأمن غير البحث الجنائي غير إلى آخره، هذه لم يتجه إليها الشباب حتى اليوم، وحتى في خططنا ونحن نتجه إلى رئاسة الوزراء في أربعاء الكرامة في 11 مايو كان نحن نذهب إلى وزارة إلى رئاسة الوزراء نحاصر رئاسة الوزراء سلميا، نحن لا نعتدي على مؤسسات الشعب، هذه مؤسسات الشعب نحن نستعيدها وسيستعيدها الشعب سلميا كذلك. وأعدك يا طارق الشامي وأعد رئيسك المخلوع وأعد عائلته المخلوعة بأنهم لن يجروا الشعب اليمني إلى الاقتتال والاحتراب والعنف أبدا، لن يجروهم أبدا، هذا هو ما يأملوه وهذا هو ما يتمنوه، هم يشعروا بأنهم مكسورون بأنهم منهزمون بسبب سلمية هذا الشعب، يريدون أن يجروا هذا الشعب إلى الحرب والعنف لكي يعني كما يظنون واهمين بأنهم سينتصروا، رغم ذلك لن ينتصروا لا بسلم ولا بحرب، والشعب اليمني حدد خياره ولأجل ذلك حاز على جائزة